طيب نوال صباح الخير. صباح النور سناء. اهلا وسهلا. مرحبا بك ومشرفنا سناء وتبارك الله عليك. الله يبارك فيك ومرحبا بك على راديو اصوات. وقت سناء كنت دخلت عندكم عند الفيس والو ما لقيتش حتى شي استقبال. كيفاش ما لقيتي حتى شي استقبال؟ كندير سناء زعيم اصوات وما كاينش. ما لقيتيش الصفحه؟ الصفحة غير موجودة. لا غير عاودي قلبي، ها هي الصفحة كاينة وفيها الأخوات يوميا معنا أخوات جداد. ديري سناء اكتبيها ب اس ا ان ا ياك والزعيم زد ا اي ام وكتبي فيها أصوات. غير ردي البال لأنه كاينين غادي نقول ربما معجبين ولا معجبات اللي عملوا تهما صفحات مكتوب فيهم تهما في الغلاف حديثهم غزل مع سناء الزعيم. تأكدي من أنه الصفحة اللي فيها علين 60,000 جيم هذيك هي الصفحة ديالنا. وراه دابا عملت لكم واحد تصويرة من الاستوديو كنسلم عليكم فيها، فهذه تأكدي أنها هي الصفحة الرسمية ديالي. ومرحبا بك، غير عاودي جربي إن شاء الله، نتمنى أنه تقدري تلتحقي بينا. أختي نبدا لكم باللحم بالرز. اللحم بالرز طبعا، ونقولوا بسم الله ونجاوبوا هكذا على طلب ديال الأخت حنان، وحنا كذلك نستفدوا بهذا الطبق لأن الرز كيجي رائع. بحال الرز اللي غنديروه حتى الغدا كنرطبوه الليلة كاملة في الماء. نعم منين كنرطبوه كنفوروه كنخليوه يتفور واحد الدمر البنة معاه. اييه كناخذ اللحيمه، اللحم كنشدوها. واخا غير اسمحي لي نوال نمشي وانا وياك دقه دقه باش السيدات يتبعوا معنا. الرز طبعا كتفضلي يكون الحبه الصفراء. الحبه الصفراء طويله. اها واخا. السيده غادي ترقدوا في الماء. يبات في الماء غدا ديالها ترديه تفوري مع واحد البنه ديال البنه الضامض البنه. وشحال د الماء مثلا الا غديري جوج زلايف ديال الرز وشحال ديري له د الماء فاش يبات؟ انا هذيك الكاس اللي معروف كنعبروا به الكيكه وهذا كندير ثلاثه منه بالرز وكندير سته ديال الماء. يعني الدوبل ديالو صافي اتفقنا. وكنخليهم يتفور مع الضامض البنه كنشدو الطنجره الكوكوط كنديروا البصيله رقيقه كنشلضو وكنديروا اللحيمه وقزبر ومعدنوس والابزار والملحه والخرقوم. نوال يا نوال غيب شويه عليك السيدات باش يشدوا من عندك هذا الشيء كتزربي علينا. كنشلضوها كنديروها لتحت كنديروا على فوقها اللحم وكنديروا الابزار والملحه والسكينجبير والخرقوم وشويه الزعفران وكنديروا القزبر اليابس ما كنديرش القزبر الاخر. وكنقليه مزيان وكندير ثلاثه الكيسان ديال الماء وكنبلع عليه كيطيب داك اللحم وكتبقى ديك الضغميره خاطره. ابخي كندير شويه القرفه وشويه السكر على ديك الضغميره وكنحيد ديك اللحيمه نديرها في البلاطو نديرها في الفران وهذيك الضغميره اللي بقات داك الماء كنرمي فيها داك الرز اللي مفور. ولا قلت لك مازال ما شديت والو من الوصفه ديالك لانه هذا الشيء كيخصني نكتبه باش نتقاسمه مع السيدات في صفحه الفيسبوك. وبقوت اللي زربتيه لينا انا هو لا زرب على صلاح. شوف انا يديا مقبيله وهي كتجري. يلاه وصلت حد السكينجبير والقزبور يابس ومن بعد مازال ما كتبت والو. لا هادشي اتفقنا ودرتي قلنا والحيمه اها والابزار والملحه والزعفران والخرقوم والسكينجبير والقزبور يابس ومن بعد كنقليوها مزيان كنخليوها تقلى مزيان. كتمرقي؟ كنمرق كندير ثلاثه الكيسان ديال الماء. واخا كنسدو عليها. ايه تيطيب اللحم. تيطيب اللحم كيجي بحال اللحم ديال العراس كيجي بحال اللحم بالبرقوق. اها كنحيدو داك اللحيمه كنديروها في الصينيه في الفران. هتدخليها الفران ها تحمر وهذيك المريقه اللي بقات لنا كنديروا شويه القرفه والسكر وكنرميو فيها داك الرز اللي مفور طايب. في الطنجره. في الطنجره. وشحال ديال القرفه وشحال ديال السكر؟ نص معلقه نص معلقه. اذا القرفه والسكر نص معلقه من كل حاجه وكتزيدي الرز. كنمشيو داك الرز فيه يمشي ويجي كيتشحر كيجي زويون. كتفرشي داك الرز في الطبسي تاع التقديم وكديري فوقو داك اللحيمات اللي حمرنا وكتقدميه بصحة وراحة. يا سلام يا سلام رائعة. بالنسبة للخبز رائعة عندك هاد الشهيوة. هذا الرز مفور وبالنكهه معسل بالضغميره حتى هو معسل مع طريفات د اللحم اللي كيكونوا ايضا تحمروا في الفران وكتقدميه كيجي رائع. كيجي غزال. عاد اللي بغى يزيد اللوز مقلي عليه كيزوق به اللوز مقلي كيجي فن. اييه وبالنسبه للخبز اللي نساه وكرملو اييه
انا كناخذو شتي داك الرشاش ديال الماء بحال مثلا كنديرو شي برودوي عنده رشاش ديال الماء اييه كنرشيه مزيان ونحشيه في الفران كيجي بحال يلاه طيبتيه يلاه عجنتيه وطيبتيه. اذا النصيحه ديالك هو السيده ترش الخبز بالماء، ترشو مزيان بالماء ماشي تهزقو غير ترشو من برا وديرو في الفران ملي كتخرجو كيكون فتي بحال يلاه طري كيجي غزال بحال يلاه طاب. اه زوينه عندك هذه الفكره، وهذه حماتي كانت كتقول حتى هي تتقول لي هذه النصيحه. كنحيي هذا الصباح الحاجه ربيعه المنجريه كنسلم عليها. نوال كنبغي نشكرك بزاف بزاف، كنشكرك بزاف وكنتمنى دابا تعاودي الله يبارك فيك منور بكم البرنامج، ونتمنى انك تدخلي للصفحه ديالنا الفيسبوك الرسميه ديالي سناء الزعيم اصوات وتلتحقي بنا. تحيه ليك، كنتي سفيره ديالنا بالناظور وهذا طبعا عربون المحبه. نعول عليك انت ان شاء الله تخلي سيدات واحد اخرين ينضموا.